شويه عصير ليمون حلوه بالنعناع فريش بالتلج كده هي اللي هتسقسق معانا الامور. انا جايب النهارده حبه ليمون نعناع تلج ومفيش سكر، حاجات بسيطه جدا. الاول هنجيب حبه تلج، بسم الله ماشي الكلام، ونجيب حبه سكر الاول. يعني طبعا ليموناته ما فيهاش افتكاسه، ما تسمعوش كلام علاء، اللي عنده ليمون في البيت بيعمله احسن من علاء 100 مره. انا يعني انا بعمل اي كلام يعني، ما تركزوش معايا. تمام، ضربنا التلج، خدنا نص جرشه. اهو شايف يا حماده؟ انا مش شايف صنايعي. ضربت التلج نص جرشه، دي لوحدها هنعمل لها حلقه. اي كلام والله يا جماعه. طيب لا حصلت الليمون، نجيب عندنا الليمون كتير والنعناع اكتر، حلو الكلام. ونجيب عندنا سنه سيره بنعناع كده حلوه تدي لون حلو مع حبه ميه طبعا. بسم الله بالشكل ده اهو يا سيدي. ونسيب لما نعوز نزود ونزود تاني سكر، نحط حبه سكر كمان. بسم الله ضربوا زي الفل. جيب عندنا عزم، ما فيهوش حاجه يعني، مش حكايه. حبه التلج دول هم المفيدين. ها نجيب عندنا مصفى لطيف ماشي الكلام، ونبدا بسم الله.